بابا انا بعشق بيحط الطحينه. ايس كريم. اه مين اللي طلع كبسه؟ طيب يعني مين اللي طلع كبسه؟ مش فاهم انزل انزل كبسه. طلع واحد اثنين يلا طلع يلا بسرعه. كان لو اتوقع نقدر كنا نسحبه منها بس بسرعه. خرب علي يا بس عبد بس بس انت. يلا 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 تعال 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 تعال. يلا لا اي اهم ماسكك شيء نقطه ماسكك ما ركنه. عليك. لا 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 اذا ماسكه ما بتزبط لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حمد زر زين، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح نلعب لعبة بيكو بارك. اللي ما بيعرف لعبة بيكو بارك هي لعبة ألغاز بس تعاونية، يعني المفروض أنت وأصحابك تتعاونوا عشان تخطوا المراحل. اللعبة فكرتها بسيطة، راح توصلكم من أول محاولة، راح تعرفوا شو هي اللعبة. بتمنى إنه يعجبكم الفيديو، في كمية ضحك وغباء، انسوا الغباء بس استمتعوا بالضحك، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وبس استمتعوا بالفيديو. يلا بس جايز انا مش فاهم ايش عن اللعبه، خلاص علموني. هاي كل موجود، خلاص يلا ابشر. شوفي لا والله يا اخي حلو اللي بوقع ما بروح. لا لا ارجع بس، لا في مراحل توقع بتموت. هسه ثواني لازم ثواني لازم نط هناك. مين لازم مين ايش الوان طيب عشان اعرف؟ انا النهدي. انت النهدي؟ طب انا اطلع فوقي وانزل يا اللي تحت، اخر واحد ينزل خليه ينط. انا الاخضر. نط يا اخي. الله يا الله غباء. النهدي. لا يا صايب انزل وخلينا. والله ما هو لا لا عندنا اليوم نط. الله يوفقك. تعال انا خلوني انا فوق، خلوني انا فوق، انا بفهم. يلا انا بفهم. يلا اطلع يا صايب. انا افتحي لا يا اخوان لا صايب مش طبيعي. يلا يلا انزل بلال. يلا انزل بلال نط. خد لك الثاني. خد لك. طب يلا انزل 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 نط. ايوه يسعدينك يا زلمه من اول يا زلمه نطط بلال. هو تعلم من اغلاطنا اكيد، يعني راح يكون من الاول. بسعول يا بقر اطلع ما تنطوش، ابعد من وجهي انت، ابعد من فوقي. اوكي خلص ماشي. خاوه بقلاوه خاوه بقلاوه. ما تنط ما تنط، خليه يطلع فينا، خليه يطلع فيه. وين بقى بلش اضرب؟ خلاص خليه من تحت، خلاص انسى اطلع خش يا كندره. ثواني كيف تطلعوا انتوا؟ تعال تعال ما ايش في؟ في حد بكبس اخوانا. لما اعمل كليك ايش ايش بسوي؟ ايه يا عبد يا عبد، خلينا نوقف صف عادي، صف عادي، ما حدش يوقف. يا اخوان قال كليك عشان نبين انه بدي اياكم تروحوا هان صح؟ يا اخوان غلط. انا هذا 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 يلا واحد واحد يطلع عادي. ها ها ايوه ايوه الله عليكم يا اخوان، كيف تعلمتوها؟ والله باول مرحله هاي يا اخوان. المرحله صرنا ربع ساعه فيها. لعبه جميله لعبه. اوكي ليفل 1 داش 2. اوكي تعالوا واحد يجي معي هون. هذه اكل. ايوه قفوا ادفش. الله عليكم. الله عليكم. خليك تحت انت، خلص بدك يا كلاب. طب ارجع ارجع، واحد يجي معي من هون، واحد يجي معي، لازم اثنين يدزوها. الله ثواني كيف كنت تسوي امها هاي؟ تعال معي بس انت بتنطوا من هناك، بتنطوا من الزاويه. فهمتها خلاص فهمتها. اوكي ثاني مرحله الحمد لله بسرعه سويناها. 1-3 ايش هاي المرحله؟ اساطير اساطير. ثواني اعملوا درج درج، امشي شويه صايب. نط بلال فوق هذا. اوكي هيك بس كبسه. اوكي وين اللي بفتح هذا؟ تعال اوعى اوعى. ايوه خلص 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 روح بلال بلال. استنى معلش كنت سارح. حبيت اخر بنك 700000. اوكي لازم ثلاثة، خلي واحد يجي معنا. طيب استخدمناك كأداة. القوم. دايما بيستخدمونه كأداة. تعال معاي انزلوا. وقف وقف ما تنط ما تنط طبل. يا الله عبيد يا الله عبيد. ايش تسوي؟ ايوه خلاص تعال هسه. مخ بوجعه والله مخ بوجعه. كيف مستحمل الكود هذا؟ خلاص خليه تحت. يا الله طلع رجع كله. عجبتني الصرخه.
نزلوا بلال نزلوا بلال مع المفتاح عبد 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 ان شاء الله يكون سجل كل كنت امري الله يعطيك العافيه سوي هيك هسه بزقني يعني ارميني يعني انا وين احمد انت احمد انت معي انت اللي معي ايوه هي خذ المفتاح يا صايب اخوان ايش امسكنا امسكنا امسك واحد فينا امسك واحد فينا يا صايب قبل ايوه يا عبد تعال 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 ناخذ المفتاح تعال كيف كيف بدي تعال جنبي انت كيف بدي اعمل شوت انا بالاي بتشوت بالاي هذه امسكني هذه امسكني انا بنط يلا كفو والله حلو مية حيطه او شيء زياده والله حلو يا اخوان درج 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 عبد ثواني تعالوا 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 يا عبد معاي عبد بزقني عندك عبد بزقك يا زلمه لا لا غلط يا حمار عندك عندك بزقني تعال تعال احا ثواني يا اخوان في عجقه انا مع طيب معي وانا مع بلال وين تروح تعالوا الشاشه مش بلعب لحاله كلنا معك احد وين معي كلكم احمد انا صايب معي وانت احمد 2000 years later تمام احمد نط غاد نط يا يا بلال لا لا صايب صايب نط صايب لا لا تقلبوا ايه تمام لا يا جماعه غلط صايب يكون على اليمين لازم صايب يكون على اليمين عشان ياخذ احمد يفوت فيه ايوه يعني عليك الله عليك يا عبد من وين المخ انت لا بدك تروح على اليمين روح ما تخدنيش تعال نط طيب روح على اليمين وبعدين اسحب احمد هاي بنزل بتنط اه لا بنزل بتنط مش ما تنطش لحالك روح على الحفه بس يلا يا زلمة طلع زي الحمارة ها واحد اثنين ثلاث بلال متخيل انا وياك مسدس واحد محطوط يلا تخيل يعني. واحد اثنين ثلاث ايوه اسطوره الله ايوه خلاص كفو ادخل فيه فكرة ما راح عليها رائعة خلاص كلير خلاص احلى عبد صار يفكر والله عبد مخ طلع عنده اخوان اوكي هاي شاي. اوكي هاي من تحت اذا بتنزل من نهاية اللعبة اه شطنا شطنا واحد 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 لا احمد انت سحبتني موتني ثواني لازم انا اسحبني غلط اسحبني اوكي اسحبني ارجع لورا ايوه خلاص سيبني تعال تعال يطلع فوقك بيك يا بلال انا بدي اطلع انا بدي اطلع انا بدي اطلع اكبسوا نسيت لا لا تمشي انت لا تمشي لا تمشي عبوات عبوات شوف انت زي هيك ما شفت خلاص خلاص سيبني ثواني تعال انا بدي يلا ايوه ارجع فيه يلا بدي انزل بالضبط لا لازم اطلع انا اجيبه لا لا عاد ينزل جد 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 معي معي انت معي يا الله كيف عم نطلتك اسحبوا احمد نط واسحبوا اسمع لا لا احمد نط واسحبوا عبد اسحب ليش انا يا عبد الو احمد نط خلنا اسحبك يا اخوان الافكار كثير حلوه اللي في اللعبه حلوه بس احنا ثواني ثواني انا عندي فكره لا تدزني ضلك ماسك وزيد ايوه ايوه لا يا عبد عبد انت اللي جيت لورا عبد انت اللي جيت لورا لا لا خلينا اسحبك يا اخوان لازم اول واحد هو اللي يسحبنا لف وراء اسحب آه بس واحد لا لازم لازم يا اخوان لازم الاول يدفشوا ايوه انتكم بعض كلكم تدفشوا يلا يلا ايوه كلكم تدفشوا كلكم اوكي بس ما عبد مش لازم تضلك ماشي والله كابت كابت مش لازم تضلك ماشي كابت تسحبني انت حسبي الله خلاص الله يلا يلا سايبكم عبد امشي ايوه اسحبنا عبد امسكنا واحد أيوة واحد 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 حج اسحبنا ايوه انا بسحبه ايوه الله عليكم الله عليكم وحش كفو ايش هاي هاي برضو بزيك بزيك ابد 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 جبته لا الو بدك تجيب الصندوق استاذك تجيب الصندوق هذاك بدك تجيب لا بدناش لا بلا اخوان هذا لازم واحد يحملنا كلياتنا ينط مره واحده احسن طيب يلا 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 ايوه احمل يا صهيب ونط على طول بتنكسر هاي ايوه الله عليك يا وحش يا عيني يا عيني طيب ابزق على المفتاح يلا ايوه ابزق غاد نط 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 لا نط نط ابزق يا طبل نط ابزق بزقنا كلنا على الصوره يا الفاضي انزل 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 يا بلال بلال مين الابيض ايوه انزل ايوه احمله يا صهيب او حد يحمل الثاني
صايب صايب احمد صايب ايوه نط نط على المفتاح وبزقه بزقه يا اخوان المصطلح بلغم حسب بدك تصيده تقصيده بلال بلال ارمينا ارمينا ولا شرمينا ارميني انا واحمد طلقات 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 ارميني انا ومعاي يلا لا تعال تعال دقيقه ابعد عني انت ابعد عني ابعد ارمي عبد ايوه تعال الله هسه اسمع طيب عشان نجيب صايب خليه خليه نط بنجيبه بالجو يلا صايب يلا دبليو دبليو اي دبليو اي حلو يا اخوان سريع سنة شي واحد اثنين ثلاث الله يعينك الله مزق واحد معي مفتاح فاول يلا يا الله لا 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 مين عمل هيك؟ ايش اللي صاير؟ انا صايب بقول انا اللي عملت هيك تمام هسه لازم نرميه بالنص احنا الطريق كيف عملت الحركه؟ ايش العادي هاي؟ كيف سحبنا عليك خلينا ناكل عايش ابد ابد غرفك طبيعي سر 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 لازم يكون على الشمال هذه لا وحد الله هذه بضلها رايحه جاي ولا لا لا يا طبل ليش تحط ليش يا الله يلا حطوه جهزوا اموركم حطوا على الشمال تعالوا تعالوا اسحبونا 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 خلاص خلاص يلا خلاص. جاهزين اطلعوا كلكم على الباب حسبي الله واحد طب يروح يستلم صايب اوعى اوعى انا باخذ انا باخذ صايب طيب يلا 2 3 روح نط نط طلعه كذا هاي بسرعه صح 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 بلا انت الله على السموم لا حد ينط لا حد ينط نط من فوق راسه لا في الله يوفقك يا بلال جريتش او في حدا نط او اسمع خليك زيك معلق فوق راسي ما حد يوقف فوق راسي لا احمد خليك معلق زي هيك بالجو يلا امشي ايوه ما نزل ابلت حرام برجع راس بدل ليش نزلتوا مين عبد او ماي جاد عبد او ماي جاد عبد او ماي جاد برجع براس بي برجع براس الناس شوي 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 هيني جاي بقول ثواني تعالوا 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 جا جا بلال زي الكلب تعالوا يلا تعالوا يلا خذ بلال لا حد يمسك يا اخوان اترك لي لا حسبي الله ونعم الوكيل قلبي وجهه فك صرجاني ما طولناش فيها هيك انا وياك يا بلال فك صرجاني مو اسمع اثنين اغبياء غير عن اربعه مع بعض طلع الغبي والله انك احمد غبي ايش قاعد مش طبيعي يا زلمه انت بحبك غبي كيف والله اخوان بيالي معك روح ايوه الله عليك ما تنزل ما تنزل دقيقه دقيقه الله يكرمه لا 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 واحد روح واحد ما حد انا بس اروح انا خلاص ايوه روح أيوة. روح بالله روح روح انا بشوف نايس هاي مين اللي طلع كبسه طيب مين اللي طلع كبسه مش فاهم انزل انزل كبسه بسرعه واحد اثنين ثلاث بسرعه بسرعه كان لو اتوقع نقدر كنا نسحبه من هنا بس خرب علي يا عبد بسرعه يلا 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 لا نفضل اهم شيء نفضل لا 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 إذا ماسكه ما بتضبط لازم لازم يكون قاعد اللعبة الفيزيكس فيها خرا شوي 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 نحجز نحجز يا عمو
بسم الله. يا رب يستدينا يستدينك يا اخوان. انا بدي اروح، ما حدش يروح. ها يلا احمد وبلال، واحد يشتري كبسه. ايوه روح احمد وبلال بس، احمد وبلال بس. يلا يا رب خلص من الكبس، والله تعبنا. علق احمدك. بدك ايش تكتب يا سلعات؟ لا تحرك ولا والله فكرتها رائعة، فكرتها رائعة. أكون شباب هون نكون سلنا هذا الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا بتحبوا ننزل كمان من هاي اللعبة، ننزل جزء ثاني نكمل المراحل الباقية، اكتبونا تحت في التعليقات. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبس مع السلامة.